روسيا تعيش الحداد الوطني على ضحايا الفيضانات في جنوب البلاد وضحايا الحافلة الروسية في أوكرانيا. الحزن عم العديد من المناطق، وأقيمت القضاضيس على أرواح أكثر من 170 شخصا لقوا مصرعهم عندما جرفت الفيضانات مناطق سكنية جنوب البلاد. عندما نتحدث عن المآسي، من المخزي البحث عن أولئك الذين نريد أن نلقي باللوم عليهم، لكن من ناحية أخرى يجب أن تتوقف هذه المآسي وأن نعاقب المسؤولين عنها وأن نسعى حاليا لمساعدة الناجين. لا أحد يهتم كالعادة، هم توقعوا أن تمر على خير، لكن الأمور لم تسر على ما يرام. وفي الوقت الذي يواصل 3000 من فرق الإنقاذ مساعدتهم للمتضررين الذين قدر عددهم بنحو 26,000 شخص، أعلنت وزارة الطوارئ الروسية أن الفيضانات ألحقت الضرر بأكثر من 5000 منزل في مدن كريمسك وجيلنجيك ونوفو روسيسك وبلدات وقرى أخرى. ويجري العمل حاليا على احتواء تداعيات الكارثة، حيث قامت السلطات بتوزيع مساعدات مالية وغذائية على المتضررين.